التمديد في الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل ينطبق عليه المثل القائل مثل الأربعة بنص الجمعة كل النواب يتمنعون عن تمديد ولايتهم وهم الراغبون عمليا النصاب مؤمن فقانون التمديد عادي والتصويت عليه يتم بالأكثرية في الشكل النواب الخمسة والستون مؤمنون من الكتل النيابية التالية المستقبل الذي تصلح تسميته بعراب التمديد تحالف امل حزب الله الذي يؤكد ان التمديد امامه والفراغ خلفه اللقاء الديمقراطي ثابت على موقفه بخلاف العاده بتاييد التمديد كتله وحده الجبل والقومي والبعث والارمن والتوافق الارمني والجماعه الاسلاميه والتضامن والوفاق الوطني مع التمديد إلا أن رئيس المجلس الممدد له يصر على تحصين القانون بالميثاقية المطعون بها في حال غياب الصوت المسيحي، التغيير والإصلاح أكبر تكتل مسيحي أعلن صراحة رفضه تغطية التمديد لا عددياً أي بحضور الجلسة ولا ميثاقياً أي بالتصويت للمشروع، الكتائب اللبنانية مع التمديد وضده، فمصادرها ترجح حضور نواب الكتائب الجلسة صورة بلا صوت فيما القوات ما زالت في خانة التردد ولم تحسم موقفها بعد في حال صوتنا هو ضد تصويت ضد الفراغ تصويت لبقاء المؤسسات وتصويت للاستعجال بانتخاب رئيس وعمل انون انتخابات ونعمل انتخابات يلي فيها تصير باقرب وقت ممكن وقت الظروف تبلش تسمح امنيا وتنظيميا واداريا هم مسؤوليه الحكومه يعني بس عم تاكد انه نازلين على الجلسه بدون ادنى شك اما النواب المسيحيون خارج اصطفافي الثامن والرابع عشر من اذار فيرفضون ما وصفوه ببدعه ميثاقيه معلنين رفضهم تطييف القوانين وعلى حد قول احدهم ابو المشروع المطروح على التصويت هو النائب نقول فتوش المسيحي ابا عن جد الذي لا ينتمي الى كتله فهل هذا يعمد القانون ويعطيه ميثاقيه؟ وصلنا لهون لانه لا الحكومه يلي هي مفروض فيها كسلطه تنفيذيه تيجي تقول انه انا في ظرف امني وفي وضع شو هو؟ انا بطلب انه اليوم يتمدد ليكون تغير الظرف، لا هي عالجت الثغرات يلي موجودين بالقانون الحالي يلي بيسمحوا بالطعن فيه وانه تطير الانتخابات ونوصل للفراغ، والاهم انه تعطيل انتخاب رئاسه الجمهوريه جعل انه اليوم اذا اي عمل بدنا نقوم فيه يجب ان يبدا بانتخابات رئيس جمهوريه وبالتالي هالمسؤوليه اليوم اولا تقع يلي معطلين رئاسه الجمهوريه واثنين على الحكومه اشاره الى ان القانون العتيد حائز على ميثاقيه المسيحيين المستقلين او الذين قرروا التميز عن كتلهم وهم النواب سليمان فرنجية امير رحمه اصطفان دويهي سليم كرم ميشال المر بطرس حرب نقولا فتوش دوري شمعون نيلة تويني جان اوغاسابيان ميشال فرعون وروبير فاضل الذين وان احتسبوا كتلة واحدة لكانت عدديا عوضت الصوت المساقي لكتلتي الكتائب والقوات نانسي السبع قناة الجديد